إنجوي إكسبرس. مرحبا بكم في إنجوي إكسبرس، كل نهار سبت من الأربعة ونص لستة ونص على عشية نسمع موسيقى، نحكيو على سينما، نحكيو على الكتب، نحكيو دايوغ باش نحكيو على كتاب مهدي لانسبيرون توتالوغ مع الانفيتي نتاعي دكتور رؤوف قاسم وشيشي معاه مهدي قاسم، باش نحكيو زادا على لي غيريير لو ديفيلي دي غيريير اللي هي كوميدي ميوزيكال. جي بحضايا نسرين بن خديجة ثريلر كالعاده، أنيس عبد السلام باش يهزنا البلاصه يخوفنا فيها شويه. عسلامة أنيس. عسلامة هاجر ومرحبا بكل المستمعين إكسبرس اف ام. مرحبا بك. وبالطبيعه نبداو باللي نيوز دو لار دايوغ، باش تكون معنا اميره غنيم في التليفون تنقول لكم علاش، اميني بن نصر في الاخراج، تقوى مديوني في الاخراج الرقمي. لي نيوز دو لار سي تو سويت. نيوز دو لار هي لي سيزون تاع لي بري تاع الجوائز في فرنسا، الكونكور، الرونودو، لو بري ميديسيس. دونك اليوم جيتي ان تران دو باركورير نشوف شنو ما الكتب ولي زوتور اللي معناتها ليستي في الـ في الـ في لي بري هذوما. نلقى اميره غنيم لو ديزاستر دو لا ميزون دي نوتابل، اللي هو بالطبيعه نزلت دار الكبر اللي برشا فيكم اكيد قراوه الكتاب هذايا وتم ترجمته للغه الفرنسيه. اليوم اللي سيتي في ان بري بريستيجيو. اميره غنيم على السلامه. مرحبا. عسلامة هجرة. عسلامة، أهلا بيك وكل المستمعين. دوك كنا حكينا عليها الترجمة، كانت تذكر نهار 13 أوت. اليوم هاي سيتي كمان معناها في حد ذاتها أنها تتوجد في الليست تاع لو بري ميديسيس، معناتها سي اون فورم دو ريكونيسونس. أميرة، والله ميديسيس واحد من لي 5 بري، من لي 5 غران بري تاع الليتيراتور فرونسيز. دونك فرحة كبيرة بالحق، لأنه يعطي وجود للادب التونسي، للروايه التونسيه في العالم الفرنكوفوني، ويعطي مقروئيه اكبر للكتاب، لانه يسوفي داتر سيليكسيوني في القائمه الطويله نتاع البري ميديسيس، باش هذا يعطي مقروئيه للكتاب ويعطيه حضور ويتعرف اكثر. دونك بالفعل ما نصدح نتلقى في التهاني لمجرد انه تعدى في القائمه الطويله للجائزه هذه، وان شاء الله يمشي ابعد شويه. مبروك بالطبيعه، مبروك، معناتها فرحنا على الاخر، معناتها حسيناها حاجه نتاعنا، معناها ابخي تو كاتبه تونسيه، مش اي كاتبه تونسيه، من معناتها من اجمل الاقلام التونسيه. الترجمه احكي لي الترجمه كيفاش تمت، كيفاش كومون، معناتها ايزون بو غاردي ليسبري، حافظوا على الروح نتاع الكتاب، على الشخصيات، على ملامح الشخصيات. اسكو معناتها كيفاش وقفت عليها انت ترجمه باش وصل اليوم الكتاب وموجود جوستومون في ان غران بري دو littérature française. وفي الحقيقه انا ما وقفتش عليها الترجمه، لانه لي ميزون ديديسيون يتعاملوا مع بعضهم. الميزون تاع فيليب ري اتصلت بيا وهي اللي تعاقدت مع المترجمه، اللي نحييها دايوغ عملت خدمه كبيره برشا، سعاد العبيز هي اللي ترجمت نزيل دار لاكيب الفرنسويه، وهي في الاصل شاعره، حاورت على الروح الاصلي للنص، ونتصور انه تلقي الحسن اللي قاعد يلقاه الكتاب في فرنسا، يعني ثم بليزيوغ كريتيك قاعده تخرج توا في الصحافه الفرنسويه، ودي كرونيك قاعدين يخرجوا كيف كيف على الكتاب. دونك ثم ريسبسيون حلوه راجعه اونتر اوتر للترجمه الباهيه اللي عملتها المترجمه اللي نحييها بالمناسبه. لا ميزون فيليبري ميزون كبيره برشا في فرنسا، هي فتيه الحقيقه، ما عندهاش برشا، ولكن ظهرت لانها اخذت الكونكور. انت تعرف انه اكبر بري ليتيرير في فرنسا هو الكونكور، ولا ميزون فيليبري على اول ما خرجت اخذت الكونكور، وقعدت تمشي في بخطى كبيره في عالم النشر في فرنسا، وترهن على نصوص مش معروفه ولكن قعدت تمشي بها لبعيد والحمد لله. النشر وقع بالاشتراك ما بين لا ميزون فيليبري ولا ميزون بلزخ اللي هي جزائريه، في كوليكسيون جديده مهتمه بالادب العربي اساسا، كوليكسيون خمسه. الترجمه مازالت كي خرجت، راهو خرجت في اوت، والى حد الان هي سيليكسيوني في زوج جوائز ادبيه كبيره في فرنسا. جائزه المعهد العالم العربي اللي باش تكون النتيجه نتاعها في نوفمبر ان شاء الله، والجائزه ميديسيس اللي هي للادب الاجنبي. اي هي نوفمبر هي السيزون تاع لي بري في فرنسا، وبالطبيعه نفرحوا برشا كان الكتاب ياخذ جائزه. مي لو فيت انه كما قلت انت معناتها ايسوا سيتي في حد ذاتها اعتراف، واعتراف كبير زاده الكتاب اللي لقى معناتها نجاح في تونس، في العالم العربي. دونك ويظهر لي معناتها يظهر لي هو اول كتاب ليك اميره. هو اول كتاب منشور لي صحيح، ولكن فين كتاب تكتب، لانه الكتاب الاول هو كان الميراث الاصفر. اي
اللي خرج بعض اللي قاعد يترجم زاد للايطاليه والنازله كيف كيف نحب نقول اللي هي الترجمه الاولى متحفظت بالايطاليه عند دار اي او الايطاليه، وان شاء الله الترجمه الانجليزيه كيف كيف باش تخرج عند دار اوروبا في جانفي 2025. أهم حاجة ليك في الترجمة، خاطر نعرف فما برشا كتب وكتب كبار منهم كونديغا إلى آخره، معناتها كانوش فرحانين بالترجمات نتاعهم الأولانيين، يعني معناتها أهم حاجة اللي حافظ عليها حافظت عليها الترجمة في الكتاب بالنسبة ليك أنت أميرة. أهم حاجة هي الأجواء، النكهة التونسية، الروح الأصلية نتاع الكتاب، الروح اللي ترجع الشخصية كما هي، لأنه أنت تعرف أنه فما خدمة كبيرة على اللغة المستعملة، على المستويات اللغوية ما بين الدارجة اللي نستعملها ساعات في الحوار، وما بين لي روجيستر دو لانغ اللي هما سون فاريابل بارابور نوعية البيرسوناج اللي يتكلم، لأنه الرواية فيها شخصيات ماهيش متلقية تكوين تعليمي كيفما الخادمات، وفيها لكن شخصيات كيف كيف معناها كيما القاضي وغير ذلك ما يتكلموش نفس اللغة. دونك كان ثم ريشيرش في الكتيبة بالعربية لتنويع مستويات اللغة، ونتصور ونعرف انه المترجمة اشتغلت كيف كيف على الشيء هذا وحاولت انها توصل الديفيرونس هذه. دونك نتوقع انه قوة الترجمة في انها حافظت على الأجواء، حافظت على الروح الأصلية للنص في حدود طبيعة الحال، ديما تقعد اللغة الأصلية تكتب بها النص هي لغته الأقرب إلى القارئ دون شك، ولكن ما نقولوا احنا المترجم مهرب أرواح، نعتقد ان المترجمة نزيل دالة كابر عارفة تتهرب روح الكاتبة من جهة وروح الشخصيات الحاضرة في نزيل دالة كابر من جهة أخرى. دونك اليوم اون ليس بوغ ان بري بريستيجيو دونك البري ميديسيس نزل دار الكبير، وانت حكيت على انستيتيو دو موند اغاب زايده اميره، مهم الاعتراف هذايا معناها بالحق، يعني باش نسالك السؤال كليشي ويمكن حتى تشيب، شنو حسيت؟ والله شو حسيت؟ ما حسيت، فرحت بطبيعه الحال، فرحت لانه ما كنتش نعرف انه لا ميزون فيليبغي رشحت نزيل دلكي بالجوائز هذه، معناها ما علمونيش، ما قالوليش انا باش نرشحوا ونستناو الريزلتا في الوقت الفلاني، فانا ما كنتش نستنى في النتيجه، يجيني هكا رساله تقول لي راهو مبروك الكتاب وقع السيليكسيون نتاعو في الجائزه هذه، فبيع فرحه. والمهم انه ما ثماش الانتظار والتوجس، لانه بالنسبه لي يكفي انه وصل باش ترشح في الجوائز هذه، هذا نصر كبير مش الشخصي الحقيقه، للروايه التونسيه، للادب التونسي، مهم انه يكون حاضر في العالم الفرنكوفوني وفي العالم في العالم بشكل عام. واني فرحانه برشا انه الطاهر الحداد تو يحكيوا عليه في ايطاليا، ويحكيوا عليه في فرنسا، وباش يحكيوا عليه بروشينمون في ليزاميريك وفي لانجلتير، دونك هذا شيء من الدين اللي حبيت اني ندفعوا كيف ما بقيت بنجيلي للمصلح التونسي الطاهر الحداد، والحمد لله بانتشار الروايه وبتزايد عدد قرائها قاعده نحاول نخلص الدين هذا. اي وراهو مش بتكون حاجه سهله على القارئ، سورتو معناتها الاجنبي الفرنساوي، على خاطر نعرفش يمكن احنا جونا ومعناتها وحاجات نعرفوها، ما النومبر الكبير نتاع لي بيرسوناج اللي نجم ساعات معناتها يكون يضيع القارئ، اما بشي معناتها بوغ تونيغ لو فيل معناتها ويقعد الروح هذيك، ما كانتش نتصور حاجه سهله، معناتها نستناو لي فيدباك. ما عرفتش كان جاك دايوغ انت دي فيدباك من عند قراء فرانسيس؟ ثم دي زارتيكل قاعدين يخرجوا في لابريس فرونسيز هاجر، بليزيوغ زارتيكل خرجوا، البعض منهم قاعد ننشر فيه على صفحتي والبعض منهم ما نشرتوش، ثم ريسبسيون حلوه للنص، ثم تفاعل جميل ياسر مع النص، ثم ريشيرش قاعده تتعمل على تاريخ تونس الفتره اللي حكيت عليها الروايه، ثم ريشيرش قاعده تتعمل على الطاهر الحداد، ثم محاوله للتعريف بالتاريخ التونسي في الفتره هيك، ثم اهتمام بالكتابه التونسيه، وهذا شيء فرحني. شكرا لك اميره غنيمه، مبروك مره اخرى، مبروك وان شاء الله الجائزة. علاش ليه؟ على خاطر الكتاب يستاهل، فيه المقومات معناها بالحق نتاع ان تري بون ليفر معناتها دو لا ليتيراتور، مش با دي مواندر. دونك يعيشك يا اميره اللي استجبت معناتها وكنت معنا اليوم، وان شاء الله نزلت دار الاكابر لو ديزاستر دو لا ميزون دي نوتابل نزيدو نسمعوا به اكثر البرا وياخذ جوائز لو بري ميديسيس دونك نومي في الليستا اللي هو سي ان بري بريستيجيو في لا ليتيراتور فرنسا. نمشي ونحكيو على الأفلام، وباش نحكيو باش نحكيو على لي غرين دو فيغي سوفاج اللي هو فيلم لمحمد راسولوف، فيلم إيراني لمحمد راسولوف، المخرج اللي تحكم عليه في إيران بثمانية سنوات سجن منها خمسة نافذة، يا أخي اضطر أنه يختار الأول مرة في حياته المنفى، دايوغ هرب أيامات قبل ما يبدا مهرجان كان 2023. الفيلم يخرج دايوغ في صالات في فرنسا، وإن شاء الله تشوفوه زيادة في قاعاتنا، كان ربح دايوغ الجائزة نتاع لو بري دو جوري، دونك
دونك رئيس لجنة التحكيم في 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 كان هو مستلهم من المظاهرات والحراك اللي مليت شوارع إيران بعد مقتل مهسا أميني توعامين بالضبط نهار 16 سبتمبر 2022 في طول 3 ساعات. يشد انتباه المشاهد حسب ما حكاو النقاد هو ميتافور صورة على المنظومة الحاكمة القمعية في إيران. شوف فيه دايوغ برشا مشاهد من المظاهرات اللي صارت في الشارع مصورة من إيقافات واحتجاجات مصورة بالتليفون بتاع غاسولوف المخرج. الشيء اللي يقولوا النقاد أضفى واقعية على الفيلم زاد معناتها واقعية. دونك هي حكاية إيمان اللي هو حاكم رب عائلة تم ترقيته إلى رتبة حاكم تحقيق في المحكمة الثورية الإيرانية مع بداية الاحتجاجات في سبتمبر 2020 وفجأة يختفي السلاح نتاعو ويشك في عائلته مرته بنته ولده وتتحول العائلة بيدها والصراع داخل معناتها إلى مسرح نتاع عركة. دونك صراع داخل العائلة فيلم يعيشك ويعكس الواقع السياسي الاجتماعي والثقافي الإيران اللي تكلف للمخرج منفى أو نفيه وعيشته في بلاده وخليه يطلع لما أخش نتاع كان وحده وهو هزز تصور الممثلين اللي قعدوا في فرنسا. كانت هذه النيوز دولار.